وللحديث عن آخر مستجدات العملية التركية شمالي العراق معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي السيد يوسف كاتب أولو. مرحبا بك معنا سيد يوسف. مساء الخير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. أهلا بكم. بداية، كيف تتوقع أن يكون رد فعل أنقرة عقب ما جرى في سنجار؟ هل سنشاهد عملية عسكرية جديدة وشاملة؟ قبل كل شيء الرحمة على أرواح الشهداء 13 الذين استشهدوا بنيران الغدر ومن خلال جريمة ترتقي أن تكون من جرائم الحرب من قبل المنظمة الإرهابية، التي هي هذه ليست أول جريمة تنفذها البيكاكا أو حزب العمال الكردستاني. طبعا بكل تأكيد هنالك الكثير من التداعيات بعد أن تمت هذه الجريمة بدم بارد. أولا لابد أن نقول بأن هنالك صمت مريب من قبل المجتمع الدولي والدول التي تحاول أن تدعي بأنها تحارب الإرهاب، نجد أنها تصمت، بالعكس هي ربما تكون داعم لهذه المنظمة الإرهابية البيكاكا أو حزب العمال الكردستاني، وعلى رأسها أمريكا والاتحاد الأوروبي. وإن كانت هناك بعض العبارات على استحياء تم إطلاقها مساء اليوم بعدما تم استدعاء السفير الأمريكي إلى وزارة الخارجية في أنقرة وتوجيه لهجة شديدة على موقف أمريكا الذي كان يشكك في الرواية التركية ولم يستنكر ولم يأخذ موقف التنديد بما قامت به البيكاكا. أما بالنسبة لردة الفعل التركية، فردة الفعل التركية هي واضحة منذ البداية، لا يفل الحديد إلا الحديد. عملية عسكرية بالفعل هي الآن ليل نهار قائمة بدك مخابئ وأوكار هذه المنظمة الإرهابية داخل الإرادة العراقية. تركيا لن تهدأ في أن يكون هنالك مواصلة كل ما يلزم من جهود عسكرية دبلوماسية سياسية لتعرية هذه المنظمة الإرهابية. هذه منظمة يسارية شيوعية ماركسية لا تمثل الشعب الكردي وليس لها علاقة بما يتم زعمه بأنها هي عبارة عن داعم للأكراد. الأكراد منهم براء، وتركيا ردها واضح. يوم العملية كان هنالك عملية خاطفة أدت تحييد 51 من أعضاء هذه الجمعية الإرهابية واعتقال 2. وأتوقع أننا سنسمع الرد قاسي وسريع قريب جدا أيضا باستمرار استهداف دك مخابئ وأوكار هذه الجمعية الإرهابية داخل الأراضي العراقية. طيب، أنت تعرف سيد يوسف أن ميليشيا الحشد عرقلت تنفيذ اتفاق سنجار الذي عقد بين بغداد وأربيل لإخراج البيكاكا من هناك، ألا يضع هذا حكومة الكاظمي تحت طائلة المسؤولية طالما أنها تدعي أن الحشد جزء من منظومتها العسكرية؟ يا سيدي، الحكومة المركزية مع الأسف هي مهما حاولت أن تبرر بأنها هي أو تحاول أن تدعي بأنها ضد هكذا عمليات إرهابية، ولكنها هي ليست بريئة من المسؤولية، هي تتحمل المسؤولية كاملة. نعم هنالك ضعف حقيقي، هنالك عدم سيطرة على شمال العراق، وهي كحكومة مركزية هي تتحمل جزء كبير من هذه المسؤولية. هذا واحد. ثانيا نعم يجب أن يكون هناك تنسيق أكثر، وخاصة التنسيق الأمني بين الحكومة المركزية وبين أنقرة. أنقرة ترى بأن هنالك ضعف حقيقي في قضية التنسيق الاستخباراتي والدعم اللوجستي، وإلا كيف تتم هكذا عمليات؟ يعني أين الحكومة العراقية؟ أين الحكومة المركزية؟ حتى حكومة الإقليم هي أيضا تتخبط فيما بينها. والغريب يعني عندما نتكلم عن تنفيذ هكذا جريمة ترتقي أن تكون جريمة حرب، وهنالك 6 قواعد أمريكية في نفس المنطقة، هذا يعطي تساؤلا كبيرا جدا عن هل هنالك دعم خفي لأمريكا لهكذا عمليات ضد تركيا. هذه هي الأسئلة التي هناك أسئلة كثيرة. نعم، وهذه أسئلة مشروعة. لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني أستاذ يوسف يقول إن حزب العمال يجر كردستان وسنجار إلى الحرب، كيف ستكون تداعيات الأزمة على علاقات أنقرة مع سلطات كردستان العراق؟
طبعا يعني هذه تبعاتها ستكون دائما كارثية، لأن عندما يكون هنالك عمل عسكري من ميليشيات مرتزقة تستهدف المدنيين، فلا أحد يتوقع من تركيا أن تقف موقف المتفرج، فيجب أن يكون هنالك ردة فعل، وهذا ردة فعل ستستمر إلى آخر إرهابي ينتمي لهذه المنظمة الإرهابية والجماعة الإرهابية، في ظل فشل حقيقي من قبل الحكومة المركزية وحكومة الإقليم والمجتمع الدولي. يعني نسمع بأن العالم أكثر من 64 دولة اجتمعوا لمحاربة داعش في العراق ودمروا المدن السنية وقاموا بتهجير الملايين وتغيير ديموغرافي، ولكن عندما يتعلق الأمر بالبيكاكا لا أحد يتكلم، ليس أن يحشد، لا أحد يتكلم أو يدعم تركيا في هذا الموضوع. على ذكر هذا الموضوع، يعني ذكرت قبل قليل سيد يوسف أن ذكرت موقف الغرب إذا ما حدث في جبل غارة، يعني الغرب يصنف منظمة البيكاكا إرهابية وفي نفس الوقت يدعمها أحيانا ويصمت عن جرائمها أحيانا أخرى. يا سيدي هذه ما تسمى، هذا ما يسمى النفاق السياسي، هذه ما تسمى ازدواجية المعايير، هذا ما يسمى اللعب على الحبال. لا قيمة لا لتصريحات الموقف الأوروبي ولا لقيمة أيضا تصريحات أمريكا. نعم. تركيا تعلم تماما بأنها هي تقف وحيدة في محاربة الإرهاب الحقيقي، وأن تركيا هي التي نددت مرارا وقالت بأن يجب أن لا يكون هنالك دعم عسكري لوجستي وسياسي لهكذا منظمة إرهابية، وأوروبا وأمريكا تدعمان البيكاكا شاء من شاء وأبى من أبى، هذا واضح. يعني عندما يكون هنالك 83 ألف شاحنة محملة بالأسلحة الكاملة للبي واي دي والواي تي جي وهي الذراع المسلح للبيكاكا، يعني ما معنى هذا؟ يعني عندما يكون هنالك سواء في فرنسا أو سويسرا أو السويد أن يكون هناك مقرات للبيكاكا لوجستية وإعلامية ودعم شعبي لهذه المنظمة الإرهابية، وبالتالي تركيا هي وحيدة في الساحة، والغرب ليس بريء من دماء كل الأبرياء الذين قضوا نحبهم. نعم. واستشهدوا من خلال هذه المنظمة الإرهابية، ولن يفل الحديد عن الحديد، تركيا عازمة وماضية ولديها القدرة على أن تقوم. نعم. بما عجز عنه الآخرون أو تقاعس عنه الآخرون. نعم. في محاربة الإرهاب. من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي التركي يوسف كاتب أولو، شكرا جزيلا لك.